الله الرحمن الرحيم. سيد وزير الصحة، سيد وزير الصناعة الصيدلانية، سيد رئيس الأكاديمية الجزائرية لعلوم الأمراض الحساسية والمناعة العيادية، سادة المدراء، سيدات والسادة الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، سيدات والسادة الخبراء، سيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بوجودي بينكم اليوم رفقة زميلي السيد وزير الصحة والسيد وزير الصناعة الصيدلانية في افتتاح أشغال المؤتمر الخامس لعلوم الأمراض الحساسية والمناعة العيادية الذي خصصتموه هذه المرة لموضوع هام وحساس وهو الحساسية والفيروسات، لا سيما أن هذا المؤتمر يحظي بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال من داخل الوطن وخارجه. كما تقدم بشكر جزيل إلى السيد رئيس الأكاديمية الجزائرية لعلوم الأمراض الحساسية والمناعة العيادية على دعوته الكريمة لي من أجل المشاركة في افتتاح فعاليات هذه الأيام العلمية الهامة. سيدات والسادة، تندرج مشاركتي اليوم معكم في هذا اللقاء العلمي ضمن حرص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على تجسيد الاستراتيجية الوطنية التي تضمنها مخطط عمله والتي ترتكز أساساً على تعزيز الشراكة والتعاون بين دائرتنا الوزارية وبين باقي القطاعات الحكومية الأخرى وكذا بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني. إن العلاقة التي تربط المؤسسات الجامعية بنظيرتها من المؤسسات الاستشفائية التابعة لقطاع الصحة علاقة عميقة ومتجذرة بحكم النشاطات العلمية والصحية والبحثية المتشبعة والمتشابكة والمشتركة بينهما. إن تعزيز هذا التنسيق والتشاور بين القطاعين لن يكلل بالنجاح إن نتمكن سوياً من ترجمة المخرجات العلمية والبحثية الثنائية إلى خطة إنعاش تنموي واقتصادي، وذلك بتحويلها إلى برامج صيدلانية صناعية واقتصادية متماسكة خدمة لليقظة الاستراتيجية الفعالة للبلاد التي ما إن فك يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة ويحرص على تجسيده ميدانياً. إن هذه الشراكة تتعزز على وجه الخصوص من خلال مساعينا لإشراك المجتمع المدني من جمعيات عالمة وهيئات أكاديمية تنشط في المجالات ذات الصلة بالعلوم الطبية خاصة وفي إطراء التحويرات الجوهرية التي يعكف القطاع حاليا على إحداثها على محتويات ومضامين البرامج الدراسية. السيدات والسادة، يحرص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على السعي تدريجياً نحو تحقيق إسهام فاعل في ضمان الأمن الصحي للمواطن من خلال إطلاق برامج وطنية للبحث في مجال صحة المواطن. إن الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر نابعة من حسن اختياركم للإشكالية التي ينطلق منها انطلاقاً من انشغالات واهتمامات الباحثين والخبراء المختصين في أمراض الحساسية والفيروسات والتحديات التي أضحت تلازمهم جراء انتشار جائحة كوفيد-19 التي تعيشها بلادنا اليوم للسنة الثالثة على التوالي على غرار باقي دول العالم، وما نتج عنها من تبعات سواء ما تعلق منها بظهور أمراض عديدة مرتبطة أساساً بضعف الجهاز المناعي للإنسان وبتطور الحالة الصحية لمرضى الحساسية وتزايد حاجتهم لأدوية ووسائل التكفل والعلاج دون إغفال الأعباء الثقيلة التي باتت تشكلها هذه الأدوية والبروتوكولات العلاجية نتيجة الآثار الجانبية المرتبطة عنها وما ينجم عن ذلك من تدهور الوضعية الصحية لعدد من الحالات وظهور أمراض مزمنة جديدة. كما تزداد أهمية هذا المؤتمر من خلال المساهمة الفعلية للمختصين والخبراء
في علم الفيروسات من داخل الوطن وخارجه ممن يهتمون بدراسة طبيعة الفيروسات ومعرفة سيرورة تحولها والذي هم مطالبون اليوم للبحث عن الكيفيات والميكانيزمات التي تجعل هذه الفيروسات تصيب الخلية البشرية وبالتالي تسبب المرض لحاملها وذلك باستخدام تقنيات علمية حديثة وعصرية ومتنوعة وكاد التعرف على مستوى التطور الحاصل في هذا المجال من خلال بحث عن مسببات هذا الفيروس ومن ثم محاولة اكتشاف اللقاحات المناسبة له من أجل التصدي للوضعية الوبائية التي استدعت تزايد الحاجة إلى مزيد من خدمات الخبراء في علم الفيروسات من ذوي الخبرة المتقدمة والمهارات السريرة لتعزيز صحة الإنسان ورفاهيته ومن هذا المنطلق فإن مشاركتنا اليوم في هذا اللقاء العلمي المتعدد الاختصاصات نابع عن إيماننا بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في حكمة السياسة الصحية في الجزائر وأملنا في مساهمة مخرجات هذا المؤتمر في تطوير كل ما له علاقة بالصحة والمرض وتطوير صناعة الأدوية بشكل عام وكل ما له علاقة بعلوم الأمراض الحساسية وعلوم المناعة العيادية على وجه الخصوص ختاما وفقكم الله وسدد خطاكم وعانكم على إنجاح هذا اللقاء العلمي الهام الذي نأمل أن تسهم مخرجته في خدمة التنمية الصحية المجتمعية لبلادنا أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.